بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 من كتاب أسهل المسالك، باب سجود السهو. سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما. سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما، وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت، وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت، كترك تسميعين أو إحدى السور، أو قام من ثنتين أو جهرا أسر، كترك تسميعين أو إحدى السور، أو قام من ثنتين أو جهرا أسر، أو ترك تكبيرين، أو إن عدما تشهيده أو الجلوس لهما، أو ترك تكبيرين أو إن عدما تشهيده أو الجلوس لهما، وإن يكن زيد ونقص حل. سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما، وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت، كترك تسميعين أو إحدى السور، أو قام من ثنتين أو جهرا أسر، أو ترك تكبيرين أو إن عدما تشهده أو الجلوس لهما، وإن يكن زيد ونقص حل. الخمسون من كتاب أسهل المسالك، باب سبيل السهو. باب مهم كغيره، ولكن هذا مهم خصوصا لمن هو مشغول بالدنيا مثلي. السهو في الصلاة كثير لانشغال الناس بالدنيا الكثير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهذا كل الطمع سبب السهو في الصلاة، التفكير فيها الطمع، كما قال محمد مولود بن أحمد فال رحمه الله تعالى في مطهرة القلوب. في باب الطمع أدارنا الله تعالى منه، يعني من أسباب بنات الغير اللي غيب، وشغل قلبي بالصلاة، قال وشغل قلبي بالصلاة والثناء مينا، ولا بد من أن تداهن، لا بد أن يكون الغيبة ويكذب ويداهن ويكثر الشغال في الصلاة فيدخل في ذلك السهو وإسقاط الأركان أعوذ بالله من الطمع. حروفه الثلاثة مشوفة، طاء وميم وعين، أشواف ثلاثة لا بد لها من شيء كثير يسدها. سن لسهو سجدتان فيهما، يعني أنه يسن للساهي في الصلاة سجدتان، الناسي في الصلاة سجدتان، فليتشهد وليسلم منهما، فليتشهد وليسلم منهما. والسهو سهوان، سهو نقص وسهو زيادة، ما بدأ بسهو النقص فقال وهو لنقص سنة تأكدت. إذا ترك الإنسان سنة مؤكدة نسيانا لا عمدا، نسيانا لا عمدا، بأن ترك السورة أو ترك الجهر في محل الجهر بأن لم يسمع نفسه في حالة المغرب أو العشاء أو صلاة الصبح في الركعتين الأولين، لم يسمع نفسه، حرك لسانه ولكنه لم يسمع نفسه، فإنه يسجد القبلية سجدتين قبل السلام. أما إذا أسمع نفسه فقد ترك ما هو المطلوب من كمال الجهر، ولكنه لا يطلب بالسهو، فلا بد أن تتنبه لذلك. وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه، هذا يقال له القبلي قبل السلام، وإن تعددت، ولو أتى ذلك السهو على جميع السنن، ولو ترك جميع السنن الناسية، ترك جميع التكبير غير الإحرام، وترك السور، وترك جلسة الوسطى والتشهدات، هذا فقط قبلي واحد، لما في التكميل إن يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب، كترك تسميعين أو إحدى السور، كترك تسميعة والله أكبر معها، أو تسميعتين وهي سمع الله لمن حمده، أو تكبيرتين والله أكبر الله أكبر مرتين غير تكبيرة الإحرام. فبين الناظم هنا أن تكبيرة واحدة أو سمع الله لمن حمده مرة واحدة تركها على المشهور لا يلزم منه القبلي، فلا بد من تعدد اثنتين من التسميع أو واحدة من التسميع والتكبير
يعني اثنتان مثلا تسميعة وتكبيرة، أو اثنتان من جنس واحد تسميعتان وتكبيرتان، لا بد من التعدد. إذا كانت تسميعة واحدة أو تكبيرة واحدة، سمع الله لمن حمده مرة واحدة والله أكبر مرة واحدة ونسيها، لا يسجد لها القبل. أو قام من ثنتين، أو قام من جلسة الوسطى ولم يتذكر حتى فارقت يداه وركبتاه الأرض، فلا يجوز له أن يرجع، وحينئذ فالحل هو القبل، لأن جلوس التشهد ناشئ عن ثلاث سنن أو أربع، ثلاث سنن مؤكدة قطعا قطعا واضحة، الجلوس والتشهد والجلوس للتشهد. هل لفظ التشهد تخصيص التشهد الخاص كما رواه مالك في الموطأ السنة، أو تخصيص سند ذاك شيء آخر في خلاف كما قال خليل، وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وفضيلة الخلاف. أو قام من ثاني، أو جهرا أسر، أو أسر في حالة الجهر، هذا اللي كنا نقول ماضيا، أسر في حالة الجهر معناها خفض صوته حتى لم يسمع نفسه كما قدمت لكم. أترك تكبيرين، أو ترك تكبيرتين كما قلت لكم، أو تسميعتين، أو تكبيرة وتسميعة، أو انعدم تشهدين تشهديه أو جلوسا لهما، أو عدم تشهديه ولو جلس لهما، هذا قوله هو، ولكن المشهور أنه ولو ترك تشهدا واحدا ولو جلس، ولكن لو ترك التشهد يسجد القبل، هذا قول خليل وقوله وسلم مسالك، ولكن الشراح ضعفوا هذا القول. تشهدين وجلوس لهما، وإن يكون زيد ونقص حل. هنا ننتهي وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.